شو لحظة لحظة خلنا نسجل المعلومة. شو اللي جعت امشي حافي؟ إذا جعت امشي حافي تنسد شهيتك سبحان الله. وإذا ما في شهية امشي حافي تنفتح شهيتك لك. يرجع الجسم طبيعي سبحان الله. طيب واحد عنده الأرق، واحد عنده الأرق له سنتين. الأرق يحتاج العسل الطبيعي لازم أول ما يصحى وقبل النوم. بالنسبة للوقاية كم مرة ينصح بالمشي في الأسبوع؟ في اليوم على الأقل مرة واحدة أفضل شيء. إلى مرتين إلى ثلاث حسب تحملك للألم. بالكثير 10 دقائق. حتى لو ما يشكي من شيء. حتى لو ما يشكي لازم. المعدة. العين هنا عيون، مو بالعين الحسد، العيون. عيون. بين الأصبعين ولا تحت الأصبع؟ بين الأصبعين هذا. العيون، الجيوب الأنفية، الأذن، هذه كلها أسباب صداع. أسفل الظهر ومشاكل الدورة الشهرية هنا. هذه خمس مناطق هنا الدماغ والمخ والمخيخ هنا وجع الراس. وبشرحها كلها. هل الحجامة علاج لأوجاع العضل؟ الحجامة تخرج دم في الجسم لابد من خروجه، مش دم فاسد، دم مضايق الجسم من قلة تبرع الدم ومن كثر تجميع الدم في الجسم فتطلع، يفيد الجسم كله بإذن الله. ألام أسفل الرقبة وأسفل الظهر. أسفل الرقبة بين السبابة والإبهام، شرحناها. السبابة والإبهام هنا برأس الأصابع هنا. أيه. وأسفل الظهر هنا في اليد. أوكي. شاب يشكو من الخمول. خمول يكون عنده درقية تعبانة. علاجه؟ الكسل وخمول وكذا. تلقى ما ياخذ ما يحب الزنجبيل أو الفلفل الحوار. يعني توصيف الزنجبيل؟ شوي شوي جرعات بسيطة تلذع. أيه. تمر على الحلق وزيت الزيتون يشربه شرب عشان يلذع هنا.